مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، والفقره دي هيكون معانا احد افضل العناصر الاساسيه في فريق طائره الاهلي، وبالطبع طبعا منتخب مصر. حقق العديد من البطولات والالقاب الجماعيه والفرديه، بدا مسيرته في سن العاشره وواصل يعني ان هو تالقه خلينا نقول حتى الان. خلينا نرحب بكابتن يوسف مرجان نجم الاهلي ومنتخب مصر للكره الطائره. يا صباح الخير عليك يا كابتن، منورنا، ويعني كمان سعداء جدا بالمستوى اللي انت واصل له حقيقي. صباح النور عليكم. والله انا سعيد ان انا معاكم النهارده في قناه النادي الاهلي بشكلها الجديد، وان شاء الله يعني تبقى حلقه كويسه ان شاء الله. يا اخي ابطال ونجوم النادي الاهلي، يعني احنا بنسعد جدا الحقيقه ان احنا في كل حلقه من الحلقات بنستعرض كده وبنقدم للناس نماذج مشرفه للشباب المصري اللي فعلا محقق نجاحات كبيره. اهلا بيك معانا في البرنامج، وعايزين نعرف منك في البدايه يعني التحول اللي انت تحولته من السباحه الى الكره الطايره. انت بدايتك كانت سباحه، لكن تالقك وتفوقك كان مع الكره الطايره، فالتيرنينج بوينت دي حصلت امتى؟ والله انا بدات سباحه في النادي الاهلي من وانا يعني 3 4 سنين. العيله كلها عندنا سباحين يعني اوكي، عمامي وعمتي وجدي وابويا وكل الناس، يعني العيله كامله. العيله كلها سباحين، حمام السباحه ده هم على طول هناك بس. فبدات سباحه بعد كده وانا عندي 10 سنين مثلا، كان في بطوله افريقيا بتتلعب في مصر كره طايره متذاعه على قناه في مصر هنا بتذيع البطوله، فشفت البطوله عجبتني، اللعبه عجبتني وبتاع، جبت كوره قعدت اخبط بيها كده في البيت، فاهلي يعني قالوا لي انزل الاختبارات وشوف انت جسمك كويس وشوف الاختبارات لو قبلوا. بس بتخبيطك يوم في البيت بالكوره. بس فنزلت الاختبارات في النادي الاهلي، المدرب شافني طبعا، كان الفرقه بقى لها مثلا 4 5 سنين بتلعب وانا بقى لسه جاي، بس المدرب كابتن احمد ثابت كان اول شخص شافني، يعني قال لي جسمك كويس يصلح ممكن تبقى معانا بقى، ياخدني بيخلص تمرين الفرقه وياخدني انا لوحدي بقى بعد التمرين يمرني. بس 3 شهور وبقيت مع الفرقه والحمد لله بقى لغايه النهارده ربنا كرمني يعني. جميل. بس كان في طبعا صعوبات في الاول، كان في تحدي في الاول، انت عايز تثبت نفسك كمان، يمكن يكون عندك الموهبه لكن اكيد انت كمان عايز تثبت نفسك، فخلينا نعرف منك ازاي كان في البدايات بتاعتك انت عندك اصرار او تحدي ان انا عايز انجح في الرياضه اللي انا حبيتها واخترتها بنفسي كمان. طبعا في الاول كان الموضوع صعب، انت رايح ما عندكش فكره عن بالزبط. اي حاجه، واقل واحد في الفرقه بيلعب بقاله 4 سنين مثلا، بس عادي الكابتن احمد ثابت بصراحه عمل معاه دور كبير قوي، وكان ياخدني بقى يمرني لوحدي ويدخلني واحده واحده مع الفرقه، وانا برضو في نفس الوقت التزام بتعليماته وتجتهد في التمرين على قد ما تقدر. سنه ورا سنه ورا سنه اتقدمت، خلاص الحمد لله وصلت منتخب مصر فريق اول في النادي الاهلي، كابتن الفرقه في الناشئين. عايز اسالك سؤال عام شويه، هل شخصية النادي الأهلي ليها دور في تكوين شخصيتك أنت نفسك؟ طبعا أي حد بيلعب في النادي الأهلي بيبقى لازم، النادي الأهلي كده كده بيعلمك، أو الرياضة عامة بتعلمك إزاي تنظم حياتك وإزاي يبقى وتنظم وقتك وإزاي تبقى إنسان ملتزم، زائد بقى إن أنت كمان جوه النادي الأهلي فأنت مطلوب منك تبقى مثل أي حد بيشوفك، أنت لعيب في النادي الأهلي، زمايلك في المدرسة، زمايلك في الجامعة، أصحابك هما بيشوفوا انت هو اللعيب بتاع النادي الاهلي ده عايش حياته ازاي، ان انت سهر مفيش سهر ايام الاجازات، بس انت بتروح بقيه الايام بدري، ازاي بتنظم وقتك، ازاي بتذاكر وبتجيب درجات كويسه وبتنجح، وفي نفس الوقت بتحضر تمارينك وماتشاتك معسكرات سفر بتاع، انت كل ده عامل جدول ليومك، كل يوم تصحى الصبح تحط جدولك وتعيش حياتك، كل حاجه متسيستمه بالظبط. بس وفي نفس الوقت بقى ان انت تبقى شخصيه قياديه عامه، مسؤول، دايما مطلوب منك ان انت في النادي الاهلي تكسب، ففي نفس الوقت ده بيبقى على حياتك انا لازم انجح دايما، وبتشكل ضغط ممكن. بس لا انت بقى خلاص بتتعلم وبتاع، طبعا بيبقى في ضغط بس انت خلاص اتعودت على كده، فكمان بقيت بره الرياضه خلاص انت متعود في الرياضه انا لازم دايما اكسب، فبقيت بره الرياضه كمان انا لازم اي تجربه اخش فيها لازم انجح.
دخلت في تعليم، مشروع، اي حاجه عايز تعملها لازم تحاول تنجح. على فكره حلوه جدا اللي انت بتتكلم فيها، ممكن احنا ذكرناها قبل كده فعلا، الشخص الناجح هو ناجح في كل حاجه، مش فكره بس ان انت تبقى بطل في الرياضه وناجح واصل بطولات وجوائز حتى عالميه، لا انت كمان تبقى ناجح على كل الاصعده. فانت قلت يعني نقطه مهمه جدا وحابه اسالك في تفاصيلها كمان كابتن يوسف، عشان شباب كتير دلوقتي اللي بيسمعنا يستفيد منك. كبطل دلوقتي في النادي الاهلي وكمان نقدر نقول في منتخب مصر، ازاي قادر توازن بين كل ده؟ طبعا انت تمرينك لا يقل اكيد يوميا عن 4-5 ساعات، ازاي يبقى في وقت للدراسه، وقت للتمرين، وقت للعيله، وقت لصحابك؟ خلينا نسمع منك. والله انت اول حاجه لازم دايما بحاول ارتب وقتي وبتدي اولويات. يعني انت عندك دلوقتي خلاص احنا في الاجازه، التعليم الجامعه مفيش، فبتركز في تمرينك ان انت دايما قبل التمرين بساعه ونص ساعتين نازل، بوصل النادي بدري قبل التمرين بفتره ان انا ادي نفسي وقت، ما ازنقش نفسي في وقتي. كويس. بعد كده عندك في المذاكره دايما ان انا اول باول ما اخليش الحاجات تتراكم عليا. العيله والاصحاب بقى في ايام الاجازات بتدي اليوم كله ليهم، تخصص لهم بقى الوقت، تقضي الصبح مع العيله وبالليل تنزل تقعد مع الاصحاب شويه وخلاص. انت فاضل لك سنه تقريبا وتتخرج صح كده، فهيبقى في كمان يعني بند كمان هتضيفه هو العمل، او يعني شغلك بقى وحياتك المستقبليه العمليه، فدي اكيد هتبقى عايزه برضو تفرغ، ولا انت مش بتفكر دلوقتي انك تشتغل تستنى شويه؟ والله يعني الموضوع ده اهلي بيقعدوا يكلموني فيه كتير، بس يعني حاسس ان انا يعني على حسب بقى انت الرياضه هتمشي معاك ازاي. طب طالما بقى اهلك بس الاولويه للرياضه يعني لحد دلوقتي بالنسبه لي، بالنسبه لاهلي لا لازم تدور على شغل. طالما اهلك فتحوا معاك الحوار فاحنا جايبين لك عميد الاسره شخصيا معانا على التليفون، سياده العميد محمد برجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي ووالد بطلنا وبطل ونجم مصر والنادي الاهلي يوسف. صباح الفل يا فندم، اهلا بحضرتك معانا. صباح الخير يا استاذ كريم، وصباح الخير يا استاذ نهاوند، وانا سعيد فعلا ان انا معاكم، وانا واحد من اشد المعجبين يعني بصرف النظر مدير النادي ومن اشد المعجبين بالبرنامج وقناه النادي الاهلي بشكل كبير. شرفت يا فندم، اهلا. شهاده نعتز بيها يا فندم، شكرا. واحنا متشرفين بيوسف كمان وبنهنيك على حسن التنشئه، يعني ان انت تكون والد لبطل دي حاجه محترمه جدا. والله ربنا يخلي حياتك، عشان كده احنا هو ماشيين على حسه. اي حد بيكلمني اقول له يا والد يوسف. فتحتوا معاه مؤخرا حضرتك وبقيه افراد الاسره موضوع الشغل اللي كنا بنتكلم فيه، ولا كان موضوع ايه؟ الشغل صح؟ مؤخرا خالص، ده على طول، ده من زمان احنا بنتكلم في القصه دي وبنتكلم اهم حاجه البطل زي ما انتم بتقولوا كده يبقى ناجح في كل حياته، والحمد لله رب العالمين. يعني يوسف ما شاء الله ملتزم ويعني راجل في القصه دي، وهو ناجح في جامعته وناجح في مدرسته كان كويس، ولازم طبعا هو لازم يفكر في الشغل، وانا بقول له هو قدامك ما فيش حاجه اسمها الرياضه اساسا، لازم تبقى ناجح في شغله، فلازم برضه ان شاء الله هيبقى الشغل مع جانب الرياضه. اللي بيلعب رياضه لازم بيتعب، بيبقى عليه مجهود، بيبقى عليه لود، في جانب كتير بيبقى مضحي فيه بالصداقه والصحاب دي، طبعا ما بيقدرش يخرج كل يوم، بس في الاخر خالص هو قاعد قدامكم النهارده في الاخر خالص، انتوا يعني عنده بطولات، هو ده الفرق بين البطل الرياضي واللي ما بيلعبش رياضه. بس هو شت عن افراد الاسره اللي كلكم ابطال في السباحه تحديدا، وهو طلع مع نفسه كده وراح لعبه ثانيه. لا والله انا يعني حمايه رحمه الله عليه اللي هو طبعا هو كان اصلا لاعب بولي، لاعب كره طايره، وكان مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي، وكان مدير جهاز الطايره، فهو بس يعني راح ناحيه الفرع الاخر يعني، بس في نفس الوقت دي حاجه كويسه الحمد لله رب العالمين يعني. عايزين نسمع من حضرتك رسالة تتوجه بيها مشكورا لكل أب وأم، إزاي يربوا بطل عندهم في البيت؟ هو مفيش بطل من غير الأب والأم، ده احنا عايزين نوجه رسالة شكر لكل أم كل بيت، لأن الأم بتبقى عليها مسؤولية وعليها تحمل وعليها عبء جامد جدا جدا، والأب برضه عليه مسؤولية، بس هو بيبقى في شغله وفي عمله عشان يوفر لهم الـ 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 يعني الراحة اللي هم يقدروا يكملوا بيها. فطبعا احنا بنشكر كل ولي امر وكل ولي امر اللي بتبذل مجهود، لان انت عشان تودي التمرين وتجيب التمرين والنهارده تشوف يعني بطل قاعد قدامك، وكل ولادنا في النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين، ودايما احنا بنركز مع بعض يعني الاخلاق اهم من البطوله، وال يعني انت تبقى ازاي بتربي نشأ طبعا عنده قدوه طبعا وعنده اخلاق عنده مصداقيه اهم من اي حاجه. احنا زارقين لحضرتك يوسف معانا على الهواء، هو فرصه عظيمه بالنسبه لك لو عايز تقول له اي حاجه اتفضل.
لا انا اقول يوسف قرب من ربنا اكتر وربنا يوفقك، وانا ببقى سعيد جدا لما الناس بتتكلم عليه، وببقى سعيد جدا وهو متفوق بلعبته، وربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. في ضغط الحياه مش سهله، فانت كل ما تبقى عندك مشكله قرب من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وان شاء الله باذن الله يكتب لك الخير. ما انت محتاج يا يوسف تسال سياده العميد اي حاجه، اي طلب دلوقتي على الهوا هيتحقق. هو كمان على الهوا اهو. اكيد عندك اي تحفظات على المصروف مثلا، ليك طلبات خاصه، فرصه اهو. لو سمحت الكريم بس عليا. احنا سعدنا جدا بحضرتك يا فندم، بنعيد وبنكرر التهنئه، يعني حاجه جميله جدا ان احنا نشوف يعني فعلا نموذج مشرف للشاب المصري. تحيه لحضرتك ولوالدته ولكل افراد الاسره، وبنشكرك على وجودك معانا يا فندم، اهلا بيك. شكرا ليك يا فندم. كنت تستغل الفرصة وتطلب حاجة يوسف. مش هتتكرر كتير الحاجات دي، خلي بالك. لا بس سيادة العميد فعلا اتكلم على نقطة مهمة، واحنا يا كريم دايما بنتكلم عليها لما يبقى معانا بطل، هي فكرة العيلة. فأنا عايزة أروح معاك بقى للنقطة دي، مركز عليها أكتر. إزاي أسرتك كانت دعم، غير إن هم كلهم أبطال في السباحة، لا إزاي كان في دعم إلى حد كبير، ما بيبقاش فيه مثلا ضغط؟ أنت عارف بعض الأهالي بيضغطوا على ولادهم اللي هو ذاكر كذا، لا أنت أعتقد الوضع معاك مختلف، اللي إحنا كمان فهمناه من سيادة العميد. خلينا ناخد صوره. والله انا والدتي يعني كانت هي اللي مسؤوله عن التوصيل، ان احنا نروح التمرين ونرجع والمذاكره وكده. فانا مامتي كانت بتهتم قوي بموضوع المذاكره، وفي نفس الوقت عمرها ما اعترضت على التمرين او ان احنا نيجي على حاجه، على يعني حاجه قصاد حاجه، لا هي دايما ماشيه في الاثنين، ان انت ترجع. حتى دايما كان المدرسين هو انت ازاي بتعمل كل حاجه بنطلبها منك، وفي نفس الوقت احنا عارفين ان انت بتروح تمارينك وبني. يعني انا كان المدرسين وانا في المدرسه بيجوا يحضروا ماتشاتي، لما اجي العب ماتش في قريب من بيت مدرسه معينه بتيجي تحضر الماتش. فازاي ازاي انت معايا الصبح في المدرسه وبتعمل كل حاجه، وفي نفس الوقت موجود في الماتش، ما شاء الله الدنيا يعني ماشيه بشكل كويس. فده بقى كان بيبقى تنظيم الوقت برضو. هي والدتي بقى اللي كانت مهتمه قوي بالموضوع ده واحنا صغيرين، وفي نفس الوقت يعني حتى لما جينا في ثانويه عامه تلاقي معظم الشباب، تلاقي واحد لعيب قوي جدا في الناشئين يجي في ثانويه عامه تلاقي اهله بطلوه رياضه. طب ليه؟ وفي الاخر ما يعني مش بتفرق، عمر ما الرياضه بتيجي على حساب التعليم. انت بتشوف لعيب ناس رياضيه جايبه فوق ال 100%. صحيح، دي فعلا عمرها ما بتاثر على التعليم بالشكل السلبي اللي هو المهول يعني ناس متخيله. يعني انا في ثانويه عامه مسافر معسكر مع المنتخب قبل البطوله قبل الامتحانات بشهر، وما كانش في اي مشكله، والحمد لله الدنيا بنلمها وبنذاكر. وما كانش في مشكله عشان واضح ان الاهل كانوا شايفين ان انت بالفعل ملتزم، يعني ما حسوش من خلال ادائك العام ان انت جبت حاجه على حساب حاجه ثانيه، او ان انت يعني انغمست في الرياضه على حساب التعليم، وخصوصا في مرحله الثانويه العامه. فانت كمان اكيد ساعدتهم في ان هم يسيبوا لك المساحه الكافيه ان انت تكمل حياتك بالطريقه اللي انت عاملها بشكل كويس. والله هو ده هو نظام اتحط من وانا مثلا في اولى ابتدائي وماشيين عليه بالظبط وخلاص، وانت بقيت ماشي عليه، وفي نفس الوقت بتلاقي وقت تتبسط فيه وتخرج وتتفسح وكل حاجه، يعني مش عايشين حياه كئيبه. طيب فكره هنا بقى كابتن يوسف، التوقف اللي حصل فتره وده اثر على يعني جميع الالعاب تقريبا والرياضات المختلفه، ازاي قدرت بعد كده العوده مره ثانيه ان انت ترجع ثاني نفس المستوى يعني، ونفس كمان انت عارف التاهيل النفسي مهمه برده، الفكره مش بس رياضه بدنيه او لياقه. والله احنا طبعا الرياضه وقفت 4 شهور ما فيش اي حاجه، بس احنا كان معانا برضو بصراحه الجهاز الفني كابتن محمد مصلحي وكل الجهاز الفني، ومعانا المعد البدني بتاعنا كابتن حسن، كانوا على طول بتواصل على جروب الواتساب، يعني على ان هم بيكلمونا على طول تمارين دايما كابتن حسن المعد البدني. طبعا اول شهر ده اللي هو ده كان الدنيا اوف خالص. بعد كده 3 شهور الباقيين احنا كابتن حسن كان على طول يبعت لنا تمارين معينه نعملها، متابعه الوزن توزن وتتصور وتبعت، وكل وزن زياده كل فتره ينبهك وترجع لازم تنزل وبتاع. وطبعا اول ما نزلنا بقى كل واحد يعني عشان يكون مفبرك الصوره ولا حاجه اتوزن وبتاع. كل كيلو كان بخصم يعني كبير. بس ابتدينا نرجع، احنا ابتدينا نتمرن في النادي الاهلي 100 نصر، اخذنا 3 اسابيع عشان ملاعب مفتوحه طبعا التزاما يعني بالبروتوكول. دخلنا ملاعب مفتوحه في النادي الاهلي 100 نصر 3 اسابيع كانوا بدني بس، تمرين قوي جدا يعني. اهتم بيه اكتر كابتن ميدو وكابتن حسن بالجزء البدني، ان انت بحس ان انت تبدا ترجع تاني فورمه اسرع وقت.
وبعد كده اشتغلنا بقى في النادي هنا في الصاله المغطاه في اهلي الجزيره على الجزء بقى الفني اكتر. الحمد لله احنا لعبنا لغايه دلوقتي بعد ما رجعنا الاستئناف الدوري، لعبنا 3 ماتشات في الدوري او 4 ماتشات في الدوري وماتش في كاس مصر، 5 ماتشات يعتبر في 12 يوم او يعني 5 ماتشات في اسبوعين، فاللي هو كل يومين ماتش. كابتن ميدو بصراحه في الموضوع ده قايل من الاول ان هو لازم عايز الناس كلها تبقى جاهزه علشان ما فيش حد هيقدر يستحمل يلعب 5 ماتشات في 12 يوم. كل الناس الحمد لله جاهزه، كله لعب، والروتيشن ماشي بقى ان هو بيوزع الحمل على الناس كلها بحيث ان هو يوصل ويعدي الموسم ده من غير اي اصابات ومن غير اي خسائر، وان شاء الله احنا قدامنا 3 ماتشات ده ربنا يجيب اصابات. يوسف فرجان لاعب ونجم النادي الاهلي منتخب مصر، نورتنا وشرفتنا ونتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. الله يخليك، كل التوفيق ليك يا كابتن يوسف، وتابعنا بقى في البرنامج. انا عارفه ان انت قبل الهوا اتكلمنا شويه قلت لي ان عندك تدريب الوقت ده على اليوتيوب بالليل في الاعاده. نورتنا يا كابتن يوسف. وزي ما احنا عارفين يعني ما فيش منتخب في مصر تقريبا او منتخب مصري ما فيش لعيبه من النادي الاهلي، فاحنا بنتكلم في حاجه عريقه جدا. ويمكن كمان سياده العميد عايزين ناكد على الكلمه اللي قالها، فكره هنا ان احنا بنعلم اولادنا وابطالنا كمان الاخلاق، لان احنا بنتكلم احنا نادي الاخلاق، فده امر مهم جدا احنا اكيد اكيد دايما بنكون فاكرينه. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا.